السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم دو بيس ميبرا لوكس مهبرة، ميبرا غليظة، الطريزة هنا هادي الخروف كتشاهدو راه مطروزة في السروال، الباندا في السروال، الباندا في التريكو، البواني، داكشي ناضي 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 كنادي، والثمن غيعجبكم، الثمن غيكملو معايا الموديل اللوينات وغتعجبكم الثمن إن شاء الله. شوية الخزي كيداير، اللون تا هو خطير، شوية القري، شوية القرونة، والقري بارد. اللوينات كلهم زوينين، لي طاي ستوندار كتلبسها الرقيقة وتلبسها الغليظة، ملبوسة في المانكا اللي كتلبس اكس لارج دوبل اكس لارج، وفي المانكا اللي كتلبس الميديوم لارج، والثمن زوين، الثمن اللي هو 60 درهم، واللي تياخد سيري كتبقى ليه بخمسة وخمسين درهم. تخيل معايا دو بياس بحال هادي ديال 120 درهم، هاكي مزازا داير لها 60 درهم، نص بالنص. والمفاجأة هي اللي تياخد سيري كتبقى ليه بخمسة وخمسين درهم، سيري فيه خمسة بياسات وربعة بياسات والفوق. ومرحبا بكم، الأرقام تحت من الفيديو، تواصلوا معنا عبر الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله.